في كل مكان لازم تلاقيه اي بطوله بيشارك فيها ودي القيمه الحقيقه الاهل الزعيم في كل حته الاهل البطل في كل مكان اي محفل هيشارك فيه الاهل على المستوى المحلي نبي لو لعب في بطوله محليه لازم أن هيكون هو رقم واحد راح شارك في بطولات خارجيه هتلاقيه هو رقم واحد شارك في بطوله عربيه اقليميه هيبقى رقم واحد هي دي قيمه الاهل يا جماعه إنه باستمرار لا يرتضي إلا الصدارة. البطولات العربية لما الأهلي إدى ظهره للاتحاد الأفريقي بعد كارثة مباراة السوبر في جوهانسبرج بين الأهلي والزمالك. واتجه الأهلي بقوة للبطولات العربية وعمل على إعادة بعثها ورعايتها. كان الأهلي صاحب الرصيد الأعلى من البطولات العربية. الأهلي عربيا بطل أبطال الكؤوس عام 95. بطل ابطال الدوري في القاهره ايضا 96 بطوله النخبه او السوبر في المغرب 96 بطوله النخبه العربيه السوبر في تونس 97 عشان يكون الاهلي افضل الانديه المصريه حظ